وها هي السعودية تعلن عن إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها، لتفتح بذلك التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة آفاق استكشاف السعودية. هذا الإعلان إذا مشاهدينا كان يوم أمس من خلال مؤتمر صحفي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. تفاصيل إذن أوفى عن هذه التأشيرات الجديدة مع زميلة غريت. إذن حمود ومشاهدينا، حدث كبير ومهم ومرحلة انتقالية جديدة للسعودية، وهذا الشيء طبعا صار في السماح لمواطني 38 دولة أوروبية وسبع دول من آسيا ودولتين من أمريكا الشمالية. طريقة الحصول على هالتأشيرة عبر المنصة الإلكترونية أو الماكينات الخاصة داخل صالات القدوم في المطارات، وتستغرق العملية ما بين 5 إلى 30 دقيقة لإتمامها. 6 مطارات ومنافذ برية كمرحلة أولى يمكن الحصول على التأشيرات من خلالها، وهي مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك فهد بالدمام، والملك عبد العزيز في جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومنفذين بريين هم جسر الملك فهد والبطحة. وأيضا تبلغ قيمة التأشيرة السياحية 440 ريال، ويشمل ذلك التأمين الطبي لمدة 90 يوم خلال عام واحد فقط.